خلينا الأول نتفق على أن زي ما قيل أنها الحزمة الأولى، وبالتالي أنها تعتبر الخطوة الأولى في إصلاح السياسة الضريبية. فيش خلاف على أنها تناولت المسائل العاجلة فيما يتعلق اللي هي أثرت بالتأكيد بالسلب على مدار الفترات السابقة على العلاقة بين الممول وبين الإدارة الضريبية. فبشكل عام بالتأكيد هي تعتبر تيسيرات مهمة، لكن الحقيقة كل ما أتمناه هي أن إحنا هناك سياسة عامة للدولة، وزي ما كنا بنتكلم النهاردة أن في سياسة مالية وسياسة اقتصادية، وبالتأكيد الضريبة لها أبعاد متعددة، بعد مالي وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي. علشان كده يمكن أنا بأتطلع يمكن للحزمة التانية أنها تمشي في نفس السياق. على سبيل المثال الفترة الأخيرة دي عمالين نتكلم على توطين الصناعة توطين الصناعة، إذن إحنا بنسعى فعلا إلى يعني دعم الصناعة، فمن غير المقبول أن المعاملة الضريبية للصانع تبقى زي المعاملة الضريبية لمؤدي الخدمة أو التاجر، وده يمكن من الملاحظات اللي ممكن تؤخذ على المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة. برضو التصدير بيعتبر هدف من الأهداف اللي بنسعى إليه لأهداف متعددة مرتبط بزيادة الإنتاج، بالتأكيد قبل ما يبقى فيه تصدير بيسبقوا عملية الإنتاج، وبالتالي إن دي غاية بنسعى إليها. الدول بتمنح العديد من الحوافز، الحوافز مش بالفكر التقليدي اللي احنا كنا بنتكلم عليه الإعفاء، الإعفاء لم يكن موجودة، لكن على سبيل المثال المشكلة اللي بتواجه المشروعات الصغيرة بشكل عام حتى فيما يتعلق بالاقتراض، الدول بتعمل ايه؟ بتشجع هذه المشروعات بان الفايدة اذا اقترضت اموال على سبيل المثال، وممكن نعمل حكم خاص يتجاوز ال 15 مليون يبقى على المشروعات الصغيرة بشكل عام، ان انا بقول له والله انت الفايدة اللي انت هتدفعها على القروض بتاعتك انا هخصم منها نسبة معينة من الضريبة اللي عليك، يعني 30%. هنفترض انه اقترض الفايدة مليون، هنديله 300 ألف، اخصم 300 ألف دي من الضريبة اللي عليه، انا بضمن بديله حافز. نمرة 2، تحديد هذا الحافز مرتبط بما يعرف بالمينيمم تاكس ريت او الجلوبال مينيمم تاكس ريت اللي هو ما يقلش عن 15%، علشان ما اضطرش ان انا يترتب عليه الاضرار بالموازنة العامة او بالخزانة العامة للدولة. الحقيقة الافكار كتيرة، دي مسألة مهمة جدا. برضو في مسألة مهمة احنا عمالين نتكلم واثيرت النهاردة على مدار المؤتمر، ما يسعى اليه المستثمر الاجنبي هو وجود آلية كفء لتسوية المنازعات. المنحة الدولي بيتوجه دائما، خلاص بقت بيسموه المينيمم تاكس او مينيمم رولز او مينيمم ستاندرد، في قاعدة إلزامية موجودة التزمت بها مصر وفقا لانضمامها لمشروع تآكل وعاء وتحويل الأرباح، هو تحسين فعالية تسوية المنازعات. عشان كده آن الأوان إن إحنا نعمل قضاء متخصص، لجان متخصصة، مأموريات متخصصة للتعامل مع المستثمر الأجنبي، لأن يمكن المستثمر الأجنبي أي ميزة بتديها له هنا هو بيدفعها هناك، وبالتالي ما عندوش، مش جاي علشان العبء الضريبي، لكن عنده مشكلة إذا مصر طبقت الضريبة بشكل لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية، هنا الدولة بتاعته بتعكس تقول لا مش هديك الائتمان الضريبي أو التاكس كريدت. وبالتالي برضو يعني الخطوات التانية أتمنى إنها يعني تتناول موضوع تحسين فعالية تسوية المنازعات باعتبار إنها من الحاجات الملزمة وبتعمل بيها بالريفيو، يعني موجود حتى ومصر يمكن لسه ما بدأوش بالنسبة لها، لكن هي محطوطة باعتبار انها عضو في الاطار الشامل، ان من الوارد ان هيتم بالريفيو او ما يعرف بمراجعة القرناء او النظائر بخصوص هذا الموضوع. هل تتوقع حضرتك، سؤال اخير، هل تتوقع حضرتك ان يستجيب الاقتصاد غير الرسمي لهذه الحزمة؟ الحقيقة انا يعني مش متفائل قوي. ليه مش متفائل قوي؟ المشكلة عندك هو ده اللي هيحصل، ان هينضم القطاع الرسمي الى المشروعات الصغيرة لان عبء الضريبة اقل، لكن المستثمر اللي في القطاع غير الرسمي لان ما زالت ملامح، انا ما اعرفش الضريبة على القيمة المضافة هيتعمل فيها ايه، يعني لان انا يمكن سمعت رأيين، رأي بيتحدث على ان هيتعمل سعر موحد، وانا قلت لك فكرة السعر الموحد بين الصناعي والتجاري والخدمات انا شايفه في التطبيقات مش موجود، دي نمرة واحد. نمرة 2 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ان تحدثنا على حد التسجيل اللي موجود 500 ألف جنيه مش هيجي،
ليه؟ لان هي مشكلته مش هتبقى مع الضريبه على الدخل، هتبقى مع الضريبه على القيمه المضافه، باعتبار ان هو هيزود سعره، على الاقل هيزود سعره بنسبه 14% ممكن يؤثر على الطلب. علشان كده يمكن الحزمه انا ما شفتش نصوصها ايه، لكن لابد ان ننتبه. ننتبه ايه بقى هنا في مساله الضريبه على القيمه المضافه؟ انا شايف ومش انفعال ان لو رفعنا حد التسجيل ل 2 مليون و 3 مليون لن يؤثر على الحصيله بالشكل اللي احنا، لكن هيعمل انضباط. اعتقد انه انا مكسبي في انه لما يجيني ويخش في المنظومه الرسميه عندي الضريبه هاخدها، هتعوض على النقص اللي ممكن اخسره في الضريبه على القيمه. النقطه الاهم، وانا سمعت يمكن رئيسه المصلحه بتتكلم على انه قدم اقرار ربع سنوي، هذه فكره جيده جدا، لكن برضو النقطه الاهم يكون على الاساس النقدي وليس على اساس الفاتوره، بمعنى انه ما يوردش الضريبه الا لما يحصل المبلغ لاغراض تتعلق بعيب في نظام الضريبه على القيمه المضافه، ان هو بيطبق اساس الفاتوره، ولو حصل تم اعدام الدين ما بيردش تاني المدخلات. علشان كده محتاجه تصويب، وانا اعتقد لغايه دلوقتي الصوره مش قدامي، النصوص مش موجوده، لكن التركيب موجود، معامله ضريبيه للقيمه المضافه خاصة تراعي ذاتية المشروعات الصغيرة وما يعرف بالتاكس كومبلاينس أو الكومبلاينس كوست، تكلفة مهم جدا جدا جدا. لأني لو يعني قلنا أن احنا هنعمل سعر واحد لغاية 15 مليون، أنا أعتقد أن ده تدمير لنظام الضريبة على القيمة المضافة. لابد أن يكون هناك نظام بحد تسجيل، وفي نفس الوقت تتعمل قواعد ملائمة للمشروعات الصغيرة، ودي في التشريعات المقارنة موجودة الحقيقه ليها تفاصيل كتيره. ويمكن كان المركز المصري للتنافسيه، الوطن المصري للتنافسيه، كان اتعمل مره مؤتمر عن المشروعات الصغيره، ده في خاص بالضريبه على القيمه المضافه، اعتقد ان في افكار مهمه ممكن يرجع لها صاحب القرار. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. وانا شاكر لدعوتك، شكرا.